عسلامة. عسلامة أختي. لاباس عليك مسيو؟ يا رحم والديك عايش يا رحم. تقدم لنا روحك؟ شكري المستي شكري بن حسن بن عبد الله المستيري أصيل قافور ولاية سليان. تحية لأهالي السليانة. شلون في حياتك مسيو؟ وبيك عايش. في حياتي أنا متقاعد. لكن الهواية نتاعي الهواية نتاعي الحب في تعرف على البلدان. تحب السفر؟ نحب السفر ونحب فهمتي كذا ونحب الحياة السعيدة والحياة الراقية. لا الحياة السعيدة والحياة الراقية باش تجي باش تجي بالمال؟ لا 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 مش هو بالمال، يكذب عليك يقول لك باش هو يجي بالذكاء وبالقلب الصافي وتعطيني فهمتني نعطوا لبعضنا فهمتني شويه فهمتني ما فهمتني تحبني ونحبك فهمت اختي تحبني ونحبك ونعطوا شويه كي معناها كيفاش يقولوا فيها هو شويه شنو لا اله الا الله محمد رسول الله والله يصعب الكلام ويصعب كذا احنا تونس احنا عشنا في تونس تونس باهي راهو وشعب تونس باهي راهو والشعب التونسي ذكي شعب تونسي ذكي راهو احنا اش نطلبوا من ربي سبحانه وتعالى نحن اش نطلبوا من ربي سبحانه وتعالى باش ينجينا وينجي أمة النبي محمد ربي سبحانه وش يقول لك في قوله تعالى وتعاونوا على التقوى على البر والتقوى لا تتعاونوا على الإثم والعدوان نحن تنقصنا في تونس شوية بركة ثقة تسمعني ونسمع ثقة ولا حوار ثقة حوار ثقة يجي بالحوار والبلاد تو كيما تونس مقسمينها على ثلاثة وأربعة هاتوا نعطيك كان علاش مقسمينها ثلاثة وأربعة قول لي ساعة كيفاش مقسمينها كيفاش؟ بعديك قول لي علاش أي كيفاش مقسمين البلاد لأن علاش أخنا أنا تو شمال نحن شمال فاش ينتجوا هم منطقة في لحي منطقة في لحي تنتج في الجامعة وتنتج في الشعير وتنتج في البقول وتنتج في الخضر وتنتج في كذا كذا كيف في تونس هنا أنت أنت مصانع أخرى وأنت كذا ما هيوش كيف نفس المنتوس كما في نابل ما هيش نفس المنتوس كيف في جابس ما هوش المنتوس ثم منتوس في لاحي ثم منتوس صيد الباحي ثم كذا كذا نحن يلزمنا نعرف وين نتموقع كل حاجة في بقعتها تو شو كيفاش تولي شوية نظام في تونس نقصنا شوية نظام ونعطوا شوية ثقة لبعضنا احنا احنا عندنا وليدات مصلي على النبي اذكياء راهو وبناتنا اذكياء لكن ها لكن اعطيني شكون اللي يفهمك انت وشكون اللي راعيك وشكون اللي يقدم لك ها لو تحكي لي على تجربتك انت قلت لي درت شطر العالم احكي لي حسب تجربتي انا كنت نخدم في البلديه تكنيسيان دونجان نخدم في نخدم في التراك شويه الكبار ده سنين انا كان بويا كان فقير الحال وكذا وكذا وكنا كان بيك نحن في الجهه نتاعنا يعني كان مالح ومنه عام قديش؟ هذا عام 70 تسمع فيا؟ شكون نعمل؟ شكون نعمل؟ بوياتنا ما عندهمش كنا نبيعوا في الماء ونبيعوا في الخبز ونبيعوا في العظام ونبيعوا كذا باش هذا كل علاش؟ باش نشري ادوات المدرسيه خاطر بويا ما عندوش الحاله ميسوره. معناها تخدم وتقرا. اي حاله ميسوره. نمشي بالدرجه نمشي بالشوي بالشوي مش كن فيكون. نحن تو نمشوا نحن مع كل الاسف في تونس نمشوا بالمظاهر. انت عندك كرب حتى انا لو كرب اي اذا كان انت عندك كرب. وخدمتي وانت تخدمي احكي لي كيفاش تذكيت باش نجمت تسافر برشا مرات وتغرمت بالسفر ودرت شطر العالم الذكي هو اللي كيفاش معناها جيب مورد الرزق نتاعو هو الذكي الذكي اللي يجيب مورد الرزق نتاعو تفهم فيا اختي واللي 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 ينفع روحه وينفع البلاد تسمع اختي مش ينفع روحه
اي ينفع ينفع روح ينفع البلاد وينفع روح وميم طون اخي تو شنو نحن؟ نحن ريتريتي واحد ما نحب ولادنا يخدموا نحبوا ياكلوا والناس كي تبدا شيخه ريتيش ريتيش انت كوب اللي يضحك هاي اختار ما تفلي ريتيش كوب اللي يضحك وشيخ كما 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 راك تونس كانت راي نعيم راي مطمور روما راي تونس كانت مطمور روما راهو يكذب عليك راهو يكذب عليك تونس من اعز البلدان راهو من اعز البلدان وكان فيك والذكاء تاع التونسي حتى من البلدان الاجنبيه والعربيه حزين عليها راهو. احكي لي احنا توا في الاوضاع هذيا كيفاش ينجم التونسي يتذكى ويتغرم بالسفر وينجم يدور شطر العالم؟ اه الاوضاع هذه توا في 2022 الاوضاع نتاع توا التونسي يلزمنا نصبر طريقه هكا يلزمنا اولا ساعه نصبروا على بعض ونسمعوا بعض ونعطوا ثقه لبعضنا ثلاثه هذوما راهم حوايج اساسيين ثلاثه هذوما حوايج اساسيين تفهم في اخويا اختي هذوما ثلاثه حوايج اساسيين من بعد يجي بعد يجي الرابعه يجي العمل العمل اختي العمل راه ما يسميش حاجه تخي ما يسميش حاجه لو ما تجي كيك بالعمل باش يجي واحد كيك فهمتي تو بالعمل بالعمل الناس مش خير مش تحب تخدم الناس تاخذ في مقابل بلا عمل مع الناس كان فيك علاش مع الناس صنع ومع الناس كذا فهمتي ونخدموا نخدموا على رواحنا علاش ما يخدموش ها هو السؤال وين هي يا اخي ما يخدموش كيفاش كيفاش مرض الرزق كيفاش باش نعملوا مشكلة راهو مشكلة كبيرة ياسر راهو والشباب كي يشوفنا نحن كيك شنعمل الشباب كي يشوف كنت كبير وكبير ربي ما تخدمش هو يقول لك حتى انا ما نخدمش هاو يا معاك هاي الاشكالية وين والله العظيم يا يعني طبقوا الاربعة هذوم يا ما تونس تولي بخير وانا نعطيك حاجة اقسم بالله تونس مش تولي خير من قبل انا نعرف خاطر كان كل بالتفائل وبالامل يحيا الامل ربي سبحانه يقول لك اصبروا وصابروا ورابطوا وما النصر الا من عند الله سبحانه وتعالى يكذب عليك راهو القران هو الدستور وهربنا شويه على هربنا شويه هربنا شويه على الدين هذاك علاش يظهر لي ما عادش العباد تلقاها مبتسمه عندك شك عندك شك كل شيء يظهر لك انت كل شيء اخي سامحني اختي سامحني تو انا جيت من السماء هل يعقل نشرو في البرج دلاع بالبرج؟ وشكون باش ياكل؟ هذه توا ولينا نشوفوا فيها الحكايه. شكون باش ياكلوا؟ البرج شكون باش ياكلوا؟ توا كلام معقول توا هذا لان منا نحن الله غالب علينا الله غالب علينا. كلمة الختام. كلمة الختام ان شاء الله ربي يزرعها على الصلاح. وين ينصركم الله فلا غالبكم. ربي سبحانه يقول لك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. النصر آت النصر آت بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا. يرحم والديك وبارك الله فيكم وربي يعاونكم.